مشاهدينا الكرام، متتبعي قناة اش واقع، كنتمنى لكم سنة سعيدة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة. قناة اش واقع بالمشاركة مع بوتيك روما قرروا ينضموا لكم واحد المسابقة، مسابقة فيها أسئلة في ثقافة عامة. غادي نخرجوا للشارع المسفيوي وغادي نسولوا الناس، إلا جاوبوا غادي يربحوا معنا، وإلا ما جاوبوش حتى هي غادي يربحوا معنا. خليكم معنا. صافا كلشي بخير؟ بخير الحمد لله، كلشي بخير. صحة مزيان القارية هنا؟ لا كنقرا في لانسا. سلام براك. المهم لالا غادي تشاركي معنا في واحد المسابقة، إلا جاوبتي غادي تربحي، إلا ما جاوبتيش حتى هي غادي تربحي. واخا؟ صابر؟ صابر. أي عضو من جسم الإنسان كيستهلك 40% من الأكسجين؟ 40% عضو. ديش زعما ماشي عضو في جسم الانسان كيستهلك 40% من الاكسجين ديال الدم. الاكسجين اللي كاين في الدم كيستهلك منه 40%. 40% انا عضو في نظرتي شنو هما الاعضاء بعدا اللي ممكن؟ ان كاين رئتين، القلب، الكبد، يعني منهم. دابا انت تساريتي على التقاليه كامله. لا انا كنفكر كندير الاحتمالات زعما وغادي ما عرفتش، لا ما عرفتش اش غنقول. رئتين؟ لا الجواب غلط، ماشي الرئتين. المهم لا، هو المخ. المخ هو اللي كيستهلك 40% من الاكسجين اللي كاين في الدم ديال الانسان. ما جاوبتيش. المهم هو المخ. هذه زيد المعلومات ديالك، شكون عندك في الثقافه العامه؟ اولا الكادو ديالك مقدم لك من بوتيك روما. شكرا. بوتيك كاين في عزيب الدرعي، الا بغيتي تمشي تشوفيه راه كاين بزاف ديال المحلات ديالو، هو اللي عطاك هذا الكادو هذا. شي رساله للناس اللي غادي يشوفوك؟ اش نقول لهم؟ سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بغيت نقول لكم انا راني بخير الحمد لله. وتوحشكم بزاف، حيت شحال هذا ما بقيت مشيت شفتكم. واش تمشي من اسفي؟ لا ماشي من اسفي. المهم راه قريب ان شاء الله غادي نجي. صافا اختي كلشي مزيان لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. صحيحه، جايه هنا الوليدات؟ جايبه بنتي. المهم حنايا دايرين واحد المسابقه بمناسبه راس السنه، مسابقه مقدمه لك من طرف بوتيك روما. غادي نسولوك اسئله، سؤال الا جاوبتي عليه غادي تربحي، الا ما جاوبتيش حتى هي غادي تربحي. المهم في كلشي الحالتين رابحه. جاوبتي وما جاوبتيش رابحه. شوفي العام الجديد خاصو يدخل مزيان. رابحه رابحه. غادي نسولك سؤال، ما هي اطول سوره في القران الكريم؟ البقره. سورة البقرة والجواب صحيح، مبروك عليك. سورة البقرة. لالا الجائزة ديالك مقدمة لك من طرف بوتيك روما. شكرا، كنشكروك. بسم الله بسم الله. 200 درهم هذه قسيمة شراء ديال 200 درهم. غادي تمشي لبوتيك روما، بوتيك روما المجموعة ديال بوتيك روما اللي كتكون من ثلاثة ديال المحلات. فين ما مشيتي الجائزه ديالك في حدود، ناخذ اللي بغيت، خذي اللي بغيتي في حدود ديال 200 درهم، ما تفوتيش 200. شكرا. شي كلمه للمتتبعين؟ كنشكرك انت بعدا هو الاول، وكنشكر اش واقع، وتحيه للناس اسفي، وحتى الناس اللي خارج اسفي. وشكرا بزاف على الكادو، كنشكروك.
السلام عليكم لالا. عليكم السلام. كيداير بخير؟ لاباس الحمد لله. لاباس عليك صحة مزيان. الحمد لله. المهم غادي تشاركي معنا في واحد المسابقة مقدمة لك من طرف بوتيك روما بمناسبة رأس السنة. عندنا قسيمة شراء من ديال 200 درهم وعندنا جائزة إلا ما جاوبتيش، جاوبتي غادي تربحي، ما جاوبتيش حتى هي غادي تربح. واخا نسولك شوية، عندك شوية مع المشيشات؟ شوية ماشي بزاف. واخا بغيت نسولك شحال كتولد، شحال من مرة في العام كتولد المش؟ أنا كتبان لي واحد المنشا بعدا تحت مني في الزنقة، كتبان لي كل شهر حاملة. لا 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 شوية بزاف، كل شهر كثيرة. كتبان لي كل شهر بعدا كاينة كتبان لي حاملة. لا لا كثيرة كثيرة كل شهر. شهرين كاع. شهرين. ثلاث شهور. دابا تسري لي عليهم كاملين. دابا شوف جاوب الأخر، شحال من مرة كتولد في العام؟ شحال من مرة كتولد في العام؟ قول شي خمسة المرات بحال هكاك. جواب خطأ كثيرة شوية. المشا كتولد ثلاث مرات في العام، كيف ما قلت لك في الأول ما جاوبتيش غادي تربحي، جاوبتي غادي تربحي. هذا كادو ديالك مقدم لك من طرف بوتيك روما، تفضلي. شكرا. تفضلي. شكرا بزاف. شنو ممكن تقولي للناس اللي كيشوفوك؟ تحياتي اليوم وسنة سعيدة وكنشكركم بزاف. ما هي أطول صورة من حيث عدد الآيات في القرآن الكريم؟ سورة البقرة. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. ثاني فائزة معنا اللي غادي نقدموا لها الجائزة المقدمة لها من طرف بوتيك روما، اللي جاوبت على السؤال أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة بعدد 286 آية. شكرا بزاف أختي على المشاركة ديالك. فوالا هي القسيمة ديالك فيها 200 درهم. شنو ممكن تقولي لهاد الناس هادو اللي كيشوفوك؟ شكرا على المتابعين ديال البرنامج، و كنقول لهم يجيو يشاركوا في هذا البرنامج. شنو هو العضو اللي كيستهلك معظم الاكسجين في اللي كاين في الدم في جسم الانسان؟ كون الدماغ. خطا. جواب صحيح، الجواب صحيح، هو الدماغ هو اللي كيستهلك نسبه كبيره ديال الاكسجين في الجسم ديال الانسان. لالا عندك قسيمه، ها هي غياب غياب غياب. مقدمه لك من طرف بوتيك روما، مرحبا بك لالا، الله يكبرك. شنو ممكن تقولي للناس اللي كيشوفوك؟ كنقول سنة سعيدة لجميع المغاربة باش ما تمنيتو، إن شاء الله الله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنى إن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن من هذه السنة، وهذا الشيء اللي كاين. شكرا لكم بزاف. السؤال كيقول لك ما هي أصغر دولة مستقلة في العالم؟ دولة مستقلة؟ قطر. ما عرفتش. أصغر دولة مستقلة في العالم هي الفاتيكان. هي الفاتيكان، دولة الفاتيكان. ماشي مشكل حتى هي لالا كتربحي معنا. هذا تفضلي. شكرا. هذا مقدم لك من طرف بوتيك روماش. ممكن تقولي للناس بمناسبة السنة الجديدة؟ إن شاء الله كنتمنى لهم سنة سعيدة بهذا العام الدخل عليهم باش نتمناو الأفراح والمسرات إن شاء الله. شنو هي أكبر دولة في العالم مساحة؟ أكبر دولة في العالم، أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ روسيا. روسيا. روسيا مش هكذا؟ روسيا. روسيا. علاش ما قلتيش الميريكان ولا الصين؟ لا من حيث المساحه روسيا. 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 لا روسيا هي اكبر دوله في العالم مساحه. جان مبروك عليك، عندك قسيمه ديال الشراء من فئه 200 درهم، ها هي لالا. شي كلمه للناس اللي كنقول لهم سنه سعيده، والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، والله يرفع لنا هذا الوباء ان شاء الله. السؤال ديالك كيقول ما هي اطول الكائنات الحيه عمرا؟ كائنات حية عمرا ما عرفتش، ما كاينش شي فكرة كاع. حيوانات ولا السلحفاة؟ كائنات حية بصفة عامة. سلحفاة، أفعى، ثعبان، هادو هما اللي بانوا لي كائنات حية. عقرب. لا مش عقرب. دابا جواب أخير، تساليت عليهم كاملين. جواب أخير. جواب أخير تعبان. ماشي مشكل، ماشي مشكل، حتى هي لالا حتى هي دايزة. هي تفضلي، عندك هاد الكادو هذا مقدم لك من طرف بوتيك. شكرا. شنو ممكن تقولي للناس بمناسبة السنة الجديدة؟ شكرا وسنة سعيدة عليكم وعلى جميع الأمة المغرب والأمة الإسلامية كاملة، الله يرفع علينا هذا الوباء. السؤال ديالك هو المشة القطة شحال كتولد من مرة في العام؟ ما عرفتش، وقيلا جوج مرات تقريبا. شويه ثلاثة. دابا هي جوجي ثلاثة، اختاري ثلاثة. ثلاثة. جاوب الاخر. ثلاثة. نهائي ثلاثة. علاش ماشي جوج؟ صافي ثلاثة ثلاثة.
ثلاثة خاسرة هي ديك صحاح مزيان ماشي مشكل. لا نعتبروا الإجابة صحيحة. ماشي نعتبروا هي إجابة صحيحة. القطة كتولد ثلاثة ديال المرات في العام. لا شكرا. من طرف بوتيك روما غتمشي عندهم وغادي تشوفي حسن الاستقبال ديالهم. هو متاجر معروفين كاينين في عزيب الدرعي في الزاوية. المهم كاين عندهم بزاف ديال المتاجر. شنو ممكن تقولي الناس بمناسبة السنة الميلادية؟ سنة سعيدة عليهم وتدخل عليهم بالصحة والرزق والتيسير يا ربي، ويرفع لنا هذا البلاء ويعم الأمن والأمان يا ربي، ويجيب التيسير لكل شيء. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.